إمكانيات جد بسيطة استطعنا الوصول إلى 35 طفل سيتم ختانهم بداية من الغد إن شاء الله، زائد كسوة لأكثر من 35 طفل ألا وهي 37 طفل بالضبط. كما أشكر مجموعة من الخيرين وأذكر على رأسهم السيد رئيس البلدية اللي ساهم بما تكرم به من جيد. حفل ختان جماعي للأطفال من المعوزين والختان مقدر عددهم ب 35 طفل بالتنسيق مع المؤسسة الاستشفائية عالية صالح للقيام بعملية الختان يوم غد 16 من أفريل موافق لعيد العلم. وكذلك نشكر السلطات المحلية على مشاركتنا في هذا الحفل على رأسهم السيد والي ولي ورئيس المجلس والأمين العام. مراسيم حفل ختان ل 35 طفل معوز زائد توزيع 35 لباس كسوة عيد لهذه الفئة مع تكريم لثلاثة من أهل العلم بمناسبة 16 أبريل يوم العلم.